الآن وجميع اللعبة في صحة جيدة ومستعدين بدنيا وصحيا للمقابلة. ألا يؤثر الصيام على المردود البدني؟ يعني وبطبيعة الحال غادي يكون تأثير على كل حال، ولكن حنا كنحاولوا نهيئوا الظروف باش يكونوا مستعدين بدنيا. دكتور، بالنسبة للقضية ديال يعني التدريب كتكون في الليل، الحشرات بزاف اللاعبين ضرت فيهم شوية التهابات شوية، هذه ظروف حنا ما عندنا دخل فيها، لأن جينا لقينا الملعب فيه الحشرات خدينا اللي ريبيلسيف يعني اللي كي ضد الحشرات باش، وهذا اللي كيمكن. دكتور، سمعنا بأنكم بدلتوا النظام الغذائي في الأول، لقيتوا نظام غذائي وبدلتوه، درتوا واحد الحمية واللاعبين. هذه كيفرضها على الصيام شهر رمضان، هذه كتكون هي عندها حميه خاصه بهذا الشهر. نسمعنا انه داروا معروف على دوله تونس انه عندهم الهريسه يعني الحار، وهو لا بطبيعه الحال الهريسه ما خصهاش تكون، ما خصهاش يلعب ياخذ الهريسه، انا كتفكر لا تناولوها نهائيا اليوم الاول ما كنخليوش اللاعب يدير.